إن بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طرق تربية النحل و أبيكيتير. هنا الآن تكلموا فيما يخص عن الربيع المسبق. معناه ربيع مسبق معناه هذه احنا الآن في منتصف الشتاء، احنا اليوم 22 أو 21 فيفري 2023، وإحنا الآن في موسم ازدهار معناتها أو موسم الأزهار أو ازهرار أشجار اللوز. إذن هذه الفترة على النحال ألا يتهاون فيها، وكذلك على ألا يتجاهلها. هذه الفترة يبدأ النحل في التبييض، معناتها الملكة تبدأ في وضع البيض و استعدادا لدخول فصل الربيع معناتها فصل الفيض. هنا كما راكم تلاحظوا الان اقبال كبير للنحل على ازهار اللوز. ما راكم تلاحظوا الان ما شاء الله اقبال كثير للنحل على شجره اللوز او ازهار اللوز. هنا في هذه المرحله لابد عليك من معاينه الخليه اولا، وكذلك تقديم المحلول السكري المخفف اللي هو 1.5 ريتل، معناتها ريتل ونصف ماء زائد 1 كيلوغرام من السكر. هذا فيما يخص تغذية النحل حتى تتطور الخلية وتعطي كمية كبيرة من الحضانة بالنسبة للملكة. إذا لاحظ معي ما شاء الله هذا اليوم على كل حال مشمس، والنحل يقوم ب المرعى اللي هي مرعى مكثف على كل حال فيما يخص هذه الأزهار، يجلب منها غبار طلع وكذلك الرحيق. إذا لاحظ معي حتى وتلاحظ أمام مدخل الخلية تلاحظ ماذا تجد؟ النحل محمل بغبار طلع ذو اللون الأصفر اللي هو دال على أشجار اللوز، وكذلك شغالات أخرى تأتي فارغة من غبار طلع ولكن محملة بالرحيق حتى تقوم بإطعام اليرقات اللي تكون داخل الخلية. وهنا كذلك الشغالات اللي تكون داخل الخلية اللي هي في حضانة جديدة تقوم بتغذية الملكة جيدا وإعطائها كمية كبيرة من الغذاء الملكي الذي يحفزها على ماذا؟ على إعطاء البيض، معناتها على تبييض بكثرة. هنا لابد عليك في هذه المرحلة على الحرص على شيئين، التغذية أولا وثانيا سلامة النحل من الأمراض، وخاصة الآن في هذه الفترة مرض الفاروة الذي هو يهدد طوائف النحل، لأنه معظم الخلايا ضعفت بسبب مرض الفاروة اللي هو طفيل الفاروة. هذا تكاثر في هذا الموسم الفارط وهو فصل الخريف، تكاثر بقوة السبب لأنه لم تكن له النحل مرعى، وتسبب هذا المرعى الضعيف في ركود النحل أو انحصار النحل داخل الخالية، مما أدى إلى تكاثر هذه الطفيل وأدى بالقضاء على معظم الطوائف النحل. إذا كما راكم تلاحظوا الآن هذه فيما يخص مرعى اليوم النحل، وهو مرعى عن أشجار اللوز. إذا هذا نسميه ربيع مسبق، معناه يكون يمد معناتها النحل بالرحيق وغبار طلع، وهذا لا يدوم على كل حال أكثر من إزهار اللوز، يكون على فترة 20 أو 25 يوم فقط. إذا هذه كافية لإعطاء قوة أو انطلاقة جديدة للخلية في إعطاء حضانة كثيرة وكذلك نشاط كثير. إذا كما راكم تلاحظوا الآن هذا فيما يخص اليوم مرعى النحل. والسلام.